هذه مناسبة كان أعتبرها محطة مهمة جدا في إطار البحث عن الحقيقة، وفي إطار إذا بغينا نقولوا ندرسوا الأوضاع وأين وصلت هذه الملفات 20 سنة تقريبا بعد إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة. مع الأسف هذه 20 سنة كما قلت إلى حدود اليوم ما زالت الحقيقة غائبة في واحد الشكل زعما كبير، رغم أنه كانت هناك مكتسبات مهمة جدا فيما يخص هذا الملف ديال الحقيقة إلا بغينا نقولوا ديال جبر الضرر ديال الفردي والجماعي، ولكن الحقيقة اللي كنقلبوا عليها حنا كعائلة بالطبع اللي المختلطة في مجهول مصير ضحاها ما زالت بعيدة المنال، ما زالت ملفات كثيرة عالقة، الملفات البارزه اللي معروفه ملف المهدي بن بركان، مانوزي حسين، الرويصي، وزان، هذه مازال الحق ديالهم. كذلك الرفات لم تسلم لذويهم الى يومنا هذا، لم يترحموا عنهم ولم نتمكن من زعما اجتياز هذه المحنه وان العائلات يديروا لو دوي ديالهم، ومازالهم كاينه مازالت واحد انعكاسات نفسيه قويه وخطيره تجاه العائلات. كاين الجانب اللي كنهتموا به احنا كذلك في المجال الطبي، احنا زرنا مناطق كبيره في المغرب بما فيها القرى اللي عرفات معتقلات سريه اللي كانت زمامات قلعه مكونه درب مولاي الشريف، مازال هذه المعتقلات في حالتها، ومع الاسف زعما التوصيات اللي كانت في اتجاه زعما اعاده هذه المباني ويرجعها فضاءات زعما للذاكره وفضاءات اللي يمكن يستفد منها للاجيال ديال دابا والاجيال ديال المستقبل، واللي يمكن تكون افاده اضافيه للمغرب، ماشي زعما شعار ولا شي حاجه اللي عيب، لان هذا الشيء كنشوفوه في جميع الدول اللي عرفت انتقال ديمقراطي، مثلا بالخصوص امريكا اللاتينيه كانت مراكز الذاكره مهمه جدا، ونعرفوا الماضي نعرفوا الحاضر باش يمكننا نبنيو المستقبل. الجانب الصحي كما قلت لك هذيك المناطق ولا الضحايا كذلك يعانيوا من امراض مزمنه مكلفه، هذا واحد العدد منهم كان تمكنوا من مثلا هذا لاميتويال اللي عندهم دابا نقولوا واحد التامين، ولكن ذاك التامين غير كافي وغير كامل، لانه الاغلبيه ديال الضحايا ديال ذاك الوقت هما مناضلين بالطبع، وانه هذا التامين زعما ما كيامنش لهم 100% المرض ديالهم، لان امراض كما قلت لك مزمنه ومكلفه جدا. وحنا كجمعيه طبيه الامكانيات ديالنا محدوده، استقبلنا الى يومنا هذا اكثر من 5000 ضحيه مختلف المشارب عن طريق المغرب بما فيها زعما المشارب السياسيه المختلفه، مناطق الجنوبيه الصحراويه، الناس ديال غونتانامو، الناس ديال تيندوف اللي كانوا معتقلين عند بوليزاريو، وتمكنا باكثر من 25000 تشخيص. دونك عارفين الساحه كيف اشنو فيها وهذا الالم اللي كيعانيو منه. ثانيا الدوله في التوصيات هيئه الانصاف والمصالحه كانت في التوصيات اللي اقرها الملك بنفسه انه لازم يكون واحد المركز وطني لتكافل الضحايا التعذيب، هذا تنسى تقبر ما يمكنش كاع اللي كيهضر عليه. هذه كانت ما بين الحوايج اللي انا شخصيا والمرحوم دريس بن زكري والرفاق ديالنا كاملين اشتغلنا عليه في اطار واحد الوثيقه الحقيقه اللي كنا قدمناها للدوله، واللي مع الاسف كما كنقول هذه المؤسسه لم ترى النور، وهاد الناس كيعانيو، وخص ان الدوله تستكمل اولا كما قلت لك بلا جبر الحقيقه، تستكمل جبر الضرر الفردي والجماعي، باش يمكن المغرب ياخذ خطوات اضافيه من اجل مستقبل افضل ودوله ديال الحق والقانون.